طيب تابعنا وسمعنا مع حضراتكم كلمة الرئيس المحترم للنادي المحترم أثناء تسلمه الشهادة المحترمة. صحيح جدا، وأنا لفتت انتباهي كلمة كابتن محمود لما بيقول دي يعني فقط البداية. هو معقولة بعد كل ده واللي احنا واصلين له من مكانة والشهادات والبطولات والتكريمات يعني والفوز على أرض الواقع والانتصارات اللي بيحققها النادي الأهلي، كل ده برضو لسه البداية؟ أنا كله جاي اتقالي تاخدي حاجة بإذن الله يا رب. دايما دايما الأهلي يكون منصور، ودايما الأهلي كده بيكون دايما بيسعدنا وبيشرفنا في كل المحافل كمان الدولية بإذن الله. الحقيقة يعني طبعا لا شيء مشرف. وبعدين إيه يعني عارفة اللي هو كده كأنك عارفة خدتي الختم يعني طبعا هو الختم معنويا وعلى أرض الواقع متاخد من زمان وخصوصا عند الأعضاء وعند عشاق هذا الكيان المحترم. لكن لما يبقى كلام رسمي وتبقى انت يعني النادي الوحيد في مصر وفي افريقيا اللي تحصلي على الشهاده دي الرسميه دي، طبعا يعني ده دليل اضافي على جوده النادي الاهلي بكل تفاصيله وبكل ما تحمله يعني هذه الكلمه من معنى. كمان عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره شركه الشرق الادنى للخدمات ان اس، هو كمان الحقيقه قال كلام مهم جدا. قال ان الاهلي دايما سباق ودايما صاحب رياده في كافه المجالات، ليس فقط الرياضيه ولكن الاداريه والانشائيه ايضا، وبالتالي حصوله على الشهاده يبرهن على اصرار كل مسؤوليه دائما على التفرد والتميز بوضع ناديهم في المقدمه بالعمل والجهد والسعي نحو التطوير ومواكبه العالميه. كمان اتكلم عن ان القرار ده والعمل على هذا الامر استغرق 3 أسابيع كامله، وطبعا سبق هذا القرار وهذه الشهاده جولات مستمره للشركه قامت بها في مقر الاهلي بالجزيره وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد. وطبعا اثناء هذه الزيارات دونت كل تقاريرها عن مثاليه سير العمل داخل النادي الاهلي سواء على صعيد العمل الاداري او منافذ الخدمات ومنافذ البيع داخله، واللي بتعكس طبعا مدى حرص المسؤولين داخل النادي الاهلي على الوصول الى اعلى معدلات النجاح في هذا الامر.